عندي ريش بتلو بصوص الزيتون والفلفل المشوي، الاكله دي حلوه جدا. ريش بتلو ملح وفلفل، وعندي سمنه او زيت ولوز محمر وبقسماط، فلفل احمر، شطه، ثوم وبصل، خل عنب، طماطم، سبانخ، زيتون اخضر مخلي، وعصير ليمون وعصير برتقال ومرق. عندي الريش اول حاجه بدي حبه خل، التفاح، حبه عصير برتقال، وسيبها كده لمده ساعه مثلا براحتها. وبعد كده اجي اجيب التوم بتاعي اهو مع ملح وفلفل، كده يبقى انا حطيت خل، التفاح مع عصير البرتقال، قوم بقى ياخد النص بتاعي اهو كده، عندي بصلاية ادي حبة زيت زيتون، بس اطلع بالطاسة بره اهي. ليه بقى يا سيدي؟ عشان ما يتحرقش مني اهو كده اهو. وبعدين ادي بقيه التوم بتاعي اللي حدايا، كده كده. يا عم محمد، الو، السلام عليكم يا حماده. ايوه يا شيخ، انا بحبك جدا جدا ومبسوط جدا جدا. شرف ليا يا ابني والله انك تحبني، وانا اموت فيك يا ابني، ربنا يسترها معاك دنيا واخره. الشباب العسل دول، ده اللي هو يعني الجيل اللي هو هيشرفنا، الجيل اللي هو الجيل دوت اللي هو ان شاء الله يعني هيعوض اللي احنا ما شفناهوش. شباب زي الورد، ربنا يحفظهم لاهاليهم، ربنا يحفظهم بحق جاه النبي يا رب. الجيل اللي طالع يعني محمد صلاح، نور الشربيني، الابطال اللي هم بيطلعوا دول كده في التلفزيون، يشرفونا على مستوى العالم، بيطلعوا رقم واحد في العالم، ده شرف، شرف لمصر، ولاد مصر وشعب مصر الجميل كده. هنا بعمل ايه يا سيدي بقى؟ ركز معايا والنبي. ده زيتون اهو، وادي مكعب مرق، فلفل مشوي، فلفل مشوي مع الزيتون، شوية فلفل اسود، شوية ملح هنا، كمان شوية خل تفاح، شوية عصير ليمون، قصدي برتقال. خليهم بقى يعيشوا حياتهم، يعيشوا كده. حبة لوز اهو، thank you.
جاي كده هنا اهو، ومسمي باسم الله، وادي الصوص بتاعي اهو، عندي صوص الفلفل المشوي، عصير برتقال مع خل التفاح، بيدي طعم حلو جدا، بشيل الحدوقية بتاعت الزيتون.